السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي العزيزات، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدراسات الاجتماعية للعام الدراسي الجديد. نبدأ حصصنا اليوم بالوحدة الأولى بعنوان الأرض من حولي. نتناول فيها الجزء الأول من الدرس الأول بعنوان خطوط الطول ودوائر العرض. دعونا أولا نعرض قيمتنا الشهرية لهذا الشهر وهي الابتكار، وقيمتنا الأسبوعية وهي التسامح، وإن ديننا الإسلامي يحثنا على التسامح، لذلك يجب علينا جميعا أن نتحلى بقيمة التسامح وأن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في التسامح. أولا حبيباتي دعونا نعرض أهدافنا أو نعرض أهدافنا لهذا الدرس، وهو يتوقع منك طالبتي العليا في نهاية الحصة أن تكوني قادرة على أن تميزي بين خطوط الطول ودوائر العرض، أن توضحي أهمية خطوط الطول ودوائر العرض. أولا دعونا ننظر إلى هذه الكرة الأرضية، سوف نجد عليها شبكة من الخطوط الأفقية والخطوط الرأسية، وهذه الخطوط تعبر عن خطوط الطول وهذه الدوائر تعبر عن دوائر العرض، أي أن الكرة الأرضية محاطة بشبكة من خطوط الطول ودوائر العرض. ننتقل لهدفنا الأول وهو أن تميز الطالبة بين خطوط الطول ودوائر العرض. إذا نظرنا إلى هذه الصورة نجد أن خطوط الطول هي عبارة عن أنصاف دوائر وهمية تمتد من القطب الشمالي للكرة الأرضية إلى القطب الجنوبي منها، وهذه الخطوط يوجد بها خط الطول الرئيسي وهو خط جرينتش، حيث أنه خط الطول الرئيسي الذي يفصل الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين وهو القسم الشرقي والقسم الغربي كما هو موضح في هذه الصورة، هنا القسم الشرقي وهنا القسم الغربي. لذلك وهذه الخطوط هي خطوط وهمية، أي أنها لا وجود لها في الحقيقة، ولكن قام العلماء بوضعها لتسهيل دراسة سطح الكرة الأرضية وتحديد الأماكن. ننظر إلى هذا الشكل، نجد هنا دوائر العرض، هي عبارة عن دوائر وهي وهمية أفقية متوازية تحيط بالكرة الأرضية، وأكبرها دائرة العرض الرئيسية وهي دائرة الاستواء. وهنا دائرة الاستواء تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، نصف شمالي وهو شمال الكرة الأرضية، ونصف جنوبي وهو جنوب الكرة الأرضية. وأيضا دوائر العرض عبارة عن دوائر وهمية، أي أنها لا وجود لها في الطبيعة، ولكن باستخدامها مع خطوط الطول يستطيع العلماء تحديد الأماكن وتسهيل تقسيم ودراسة سطح الكرة الأرضية. دعونا حبيباتي نفتح الكتاب المدرسي صفحة 11 ونجيب على هذه الأسئلة من خلال العرض السابق. يبلغ عدد خطوط الطول، نعم أحسنتم، 360 خطا، ينقسم منها 180 خطا شرق خط جرينتش و 180 خطا غرب خط جرينتش، بينما يبلغ عدد دوائر العرض، نعم أحسنتم، 180 درجة تنقسم إلى أو 180 دائرة تنقسم إلى 90 دائرة في شمال خط الاستواء في النصف الشمالي للكرة الأرضية، و90 دائرة في النصف الجنوبي جنوب خط الاستواء أو دائرة الاستواء. خط الطول الرئيسي هو خط جرينتش، بينما دائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء، أحسنتم. يقسم خط الطول الرئيسي الكرة الأرضية إلى نصفين شرقي وغربي وهو خط جرينتش، كما عرضنا أنه يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين، قسم شرقي وقسم غربي، بينما تقسم دائرة العرض الرئيسية وهي خط الاستواء أو دائرة الاستواء الكرة الأرضية إلى نصفين وهما النصف الشمالي والنصف الجنوبي. الآن نجيب على هذا السؤال. دائرة العرض الرئيسية التي تقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي هي،
نعم أحسنتم، دائرة الاستواء. ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن توضح الطالبات أهمية خطوط الطول ودوائر العرض. قام العلماء برسم هذه الخطوط لما لها من أهمية كبيرة، وتتمثل هذه الأهمية في تحديد المواقع على سطح الأرض، وذلك يتم باستخدام كل من خطوط الطول ودوائر العرض، التعرف على حالة المناخ من خلال دوائر العرض، ومعرفة الزمن وفروق التوقيت بين المدن والبلدان من خلال خطوط الطول. أولا نتناول الأهمية الأولى، وهي تحديد المواقع على سطح الأرض بدقة. فالموقع الصحيح لمكان ما على سطح الأرض يمكن تعيينه بتحديد خط الطول ودائرة العرض الذي يقع عليهما. فمثلا إذا أردنا تحديد موقع مدينة الدوحة، يجب علينا تحديد خط الطول ودائرة العرض، وتفيد كذلك في تعيين الاتجاهات والمواقع للرحلات. هنا مدينة الدوحة، إذا أردنا تحديد موقعها يجب علينا معرفة خط الطول ودائرة عرض، أي أن هذا خط طول لدولة قطر، دائرة عرض لدولة قطر. إذا أردنا تحديد مدينة الدوحة، فيجب علينا تحديد خط الطول ودائرة العرض الذي تقع عندهما مدينة الدوحة. دعونا نفتح الكتاب المدرسي صفحة 12 وننظر إلى هذا أو هذه الخريطة. نجد أن هناك 3 نقاط، ألف وباء وجيم. يمكننا تحديد مواقع هذه النقاط من خلال تحديد خطوط الطول ودوائر العرض التي تقع عندها. لذلك النقطة ألف تقع عند التقاء خط الطول 80 شرقا، هذا الاتجاه الشرقي وهذا خط الطول 80، مع دائرة عرض، نعم أحسنتم، 40 درجة شرق خط جرينتش. النقطة باء تقع عند التقاء خط طول، هنا النقطة باء تقع عند التقاء خط طول 20 درجة مع دائرة شرقا، مع دائرة عرض 20 درجة جنوبا. أما النقطة جيم فهي تقع عند التقاء خط طول 120 غربا، وهو غرب خط الطول الرئيسي، غرب خط جرينتش، مع دائرة العرض 60 درجة شمالا في شمال الكرة الأرضية. الأهمية الثانية من أهمية خطوط الطول ودوائر العرض هي التعرف على حالة المناخ من خلال معرفة موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. هنا دائرة الاستواء ترتفع هنا درجة الحرارة بشكل كبير، أي أنه كلما اقترب المكان من دائرة الاستواء زادت درجة الحرارة، وكلما ابتعد المكان عن دائرة الاستواء انخفضت درجة الحرارة، لأنه كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا أو جنوبا نلتقي أو نتجه نحو القطب الشمالي فتقل درجة الحرارة شمالا أو جنوبا، وكلما اتجهنا نحو دائرة الاستواء يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة في المناطق القريبة من خط أو دائرة الاستواء. والأهمية الثالثة تفيد خطوط الطول في معرفة الزمن وفروق التوقيت بين مختلف البلدان. فإذا نظرنا هنا خط جرينتش هو الخط الرئيسي، تختلف الأوقات شرق خط جرينتش عن الأوقات غرب خط جرينتش، وتساعد ذلك في معرفة فرق التوقيت بين البلدان والمدن المختلفة حسب موقعها بالنسبة لخطوط الطول شرقا أو غربا. الآن نجيب على هذا السؤال، وهو وضح أهمية خطوط الطول ودوائر العرض. نعم أحسنتم، تستخدم في تحديد المواقع على سطح الأرض، التعرف على حالة المناخ من خلال دوائر العرض، وتحديد فرق التوقيت بين البلدان باستخدام خطوط الطول. هنا حبيباتي تنتهي حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.